السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من برنامجكم المشهد، والتي نناقش فيها موضوع واقع القبالة ووضع القابلة في موريتانيا على ضوء الاحتجاجات الأخيرة للقابلات في وزارة الصحة بنواكشوط. معنا للنقاش مشاهدينا الكرام الأمينة العامة للنقابة الموريتانية للقابلات ميمونة بنت حماد، أهلا وسهلا. مرحبا بكم. إذا احتجاجات متتالية للقابلات، ما أبرز المطالب التي تطالب بها القابلة اليوم في موريتانيا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شاكرين قناة المرابطون لإتاحة هذه الفرصة نتكلموا فيها عن واقع القابلة والمشاكل اللي عانت، المشاكل اللي عدلها هذا نظام الأسلاك الجديد اللي ظهروا قاموا هذه الاحتجاجات. بالنسبة للقابلة في موريتانيا كباقي القابلات كانت تسعى لأنها في الدول المجاورة كانت تسعى أن يعود عندها نظام أسلاك خاص به، يعود مصنف في سلك ألف اللي مصنفة فيه في الدول المجاورة، اللي هو تعود عندها شهادة الماستر ما عادلها ويعود يكفلها عن يعني تتكون تكوينات أخرى، وخاض لها نظام أسلاك مغاير تماماً ما هو اللي كانت القابلة تتوقع، بحيث أنها انقصت ما تتكون بطريقة مباشرة نهائيا، ما تكتتب بطريقة مباشرة، ولا تتم اللي عدلوا لأنهم ناقلون مولي داروها في الفي آ، ولا ذي اللي مستحقات اللي كانت يا الله ترافقها من الفئة اللي كانت فيها شهور الفئة الأخرى ما رافقتها. بذلك السبب هي كغيرها من عمال الصحة عاد همتيها عندها جبرت بعض هذه المشاكل وفعلا عدلت احتجاجات دور تصلح من نظام الأسلاك يصلح لها يعود يخدمها تعود تكتب بطريقة مباشرة وتعود مولي تجبر اللي الانتقال انتقلت من فيها عشر فيها من فيه باط باشول فيه ألف تجبر ذاك اللي مترتب عليه. لكن ما أبرز يعني ما أخذ على نظام الأسلاك، هل هو الاكتتاب والتكوين أم فقط هناك جوانب أخرى؟ نظام الأسلاك عنده ياسر من الثغرات، فعلا عنده أول شيء بعد قاعد عدلوا القابلة يعني ما تكتتب بطريقة مباشرة. ما الآلية المعتمدة في الاكتتاب؟ لأنه تعودوا يقبضوا واحدين كانوا أصلا همات ياها قارين كانوا مرضين توليد ويكو يمشوا يعدلوا خدمة 3 سنوات ورجعوا يكتتبوا بطريقة أخرى، يرجعوا المدرسة ويتكونوا السنة واحدة، وذيك السنة قطعا ما يتكفاهم من الأمراض التوليد ولا يتكفاهم على الولادة ويقرا لك السنة واحدة ويتخرجوا ويعودوا قابلات، كان عاد مسابقة داخلية ما تو يكتتبوا بطريقة كانوا أصلا يخلوا يعني تاخذ مسابقة خارجية وتطرحها للناس ملفاتها ويقبضون فيها، ذيك الطريقة هي ما تعدل. ونفس الوقت مولي دل جمع اللي في بلد واحد متزامن مع نظام الاستهلاك يقودوا طبقه واخذوا مرسوم اخر ينظموا به الاجور مس مولي القابله حتى هو مرسوم 0/82/2016. ذا المرسوم ينظموا به الاجور هو اللي مولي زاد هو في ياسر من المآخذ عدلهم القابله خصوصا ذي الفئات اللي قاعوا حدها ذي الفئات العماليه كامله اللي انتقلت من الاسلاك شور سلك اخر ما روا بدل من يعود مزيل هالشيء رواتبها ما طرا لهمش ما رجع لنقصهم. طيب التكوين هو الآخر أصبح غير مباشر وفقا للنظام الجديد؟ حق بعد التكوين اللي طيب هي كيف ذلك؟ التكوين غير مباشر به اللي قلت لك لا يعودوا هم كانوا أصلا همات ياها ممرضين يقبضوا كي تترك المسابقة حالا اللي معدلين قابلوا ممرضين متخصصين في أمراض مرضين توليد ولا يقرهم 3 سنوات سنتين بعض واخذوهم شرع الخدمة ويمشوا يعدلوا يمارسوا مهنتهم مدة 3 سنوات يرجعوا مرة أخرى للمدرسة ومن هو يبغي يعدل مسابقة داخلية ويرجع المدرسة فيك مسابقة داخلية اللي نجح فيها يرجع ويتكون ويعود قابلة. إذا آلية يعني التكوين والاكتتاب يعني مشتركة في جانب منها مشتركة لا فعلا همتي ما زالت واحد لأنهم ينقبضوا مسابقة داخلية وذي ما هي اللي نحن ندور احنا كنا أصلا نقبض مسابقة خارجية والتكوين كان تكوينه مهم به اللي هاي مسابقة خارجية ولا يطرح لها الناس وذيك معتبر عليهم قابضين قابلات ويسلكهم ويسوي اللي يكونوا وركتيها عاد نحن نختاره كنا إذا نظام الاستهلاك يعود لنا كيف نظام الاستهلاك الدول المجاورة كاملة
دول مجاوره فيها نظام استهلاك، والقابله تكون فيها في نظام الام دي اللي تشتغل 4 سنوات عقب باك وتتكون وتعود قابله. يسوع فيهم واحدين يقبضوهم اصلا يعود كانوا معتمدينهم كيت مدارسنا احنا الداخليه كيت لنا سولينا نتخرج من مريقاش يقبضوه تقبل وزاره الوظيفه العموميه تعدل الاعتماد المالي. بالنسبه لخارج واحدين من دور المجاوره ما عندهم ذاك يخرجوهم بشهاداتهم وعلى ذاك يعدون المسابقه يكتتبون فيه. نحن بعد ذاك ندورهم قاع لا يعدلون نظام الام دي ويصلحون نظام الاستهلاك تعود القابله تنقبها بطريقه مباشره وتعود مولي ترجع لها مكانتها في السلك. طيب لكن هل نظام الاسلاك الحالي يعني يتضمن جانب مما كانت القابله تطمح اليه ام انه كله سلبي؟ في نقطه واحده من الروايات الايجابيه لكن لو دولها غير ذا اللي يترتب عليها قاع ما تنريناه. علينا ننتقل من في اباء شلون في الف هذه فعلا خلقت القابله ضركعت كاملها ما تات في الفي الف ما تات في الفي اباء عاد في الفي الف عاد في اه كات ذيك وقت هي الفي الف هي في عقابها يا غير ما مترتب عليه ما اعطى لها ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليها زياده في راتب ترتب عليها زياده في هذا هو درجه زياده في الدرجه اللي اصلا يحسب بها الراتب ياك يعني ما خرجت عنده زياده في الدرجه ولا خرجت عنده زياده في الراتب. احنا قلت لك رواتبنا قاعد تقص بين اللي تقص 5000 وبين اللي تقص 6000 وبين اللي تقص 10 قاعد. لكن متى يعني دخل هذا النظام حيز التطبيق بالشكل الفعلي؟ النظام قطو سود له عدلت له من 2006 هو في الكواليس ووقع 2008 ونين وقع 2008 ما قط خاض له مرسوم تطبيق سابق شهر 5 انهارت شهر 5 الماضي وقع له تنفيذ عاد دخل حيز تنفيذ النظام وهو اللي خاض مع هذا المرسوم اللي منظم للاجور اللي هو صورة قلت لك 82/2016 اللي نحن قاعد نطالبه بانه يلتع به اللي زاد هو عنده ياسر من عندنا ياسر من ما اخذ عليه ما مطالبين بانه يراجع والله يلتغى قاعد على عادي التقرير. نين وقع 2000 من 2008 الى ضركت اياها هاي مده 7 سنوات نحن نطالبه ذا نظام الاستهلاك مازال في الكواليس عنهم يعطونا فرصه يفتحون مراجعته. تعود قابله تكتب بطريقه مباشره وتعود الانتقال اللي تنتقل اللي ينتقل من الفي باء شور الفي الف تنتقل معاها بذوك العلاوات اللي كانت عندها وتجبر مولي المستحقات المترتبه اللي يلا تجبر في الفي الف. لكن الم تلتقي وزاره الصحه مختلف النقابات الصحيه في اطار وضع هذا النظام؟ نحن بعد قطعا جبرتنا اتحاد القابلات الموريتانيات جينا وترددنا عليها مرات وقسنا وزير الوظيفه العموميه واجبرناه مرات وللاسف للاسف ما عدلونا ما عدلونا ذاك اللي الرسائل كنا طارحين لهم ما تعاملوا معنا فيهم بالطريقه اللي كنا نبغوا هو اللي وسنا قاع والله زاد ما شدوا قاع ما اعطانا قاع شد اخبارته الطريقه اللي اقول وسنا ذاك اياها نرجع لان عندنا نعدلوا هذه الوقفات ونعدلوا طيب المسارات. هل تقدمتم يعني بشكل عملي مكتوب نقاط للمآخذ على المسودة الأولية وطالبتم بإدراجها ضمن المخرج النهائي؟ والله تقدمنا بها بعد وطرحنا 2000 في شهر 5 يوم 24 في شهر 4 24 في شهر 4 2016 طرحنا رسالة لوزير الصحة نطالبوه بالنقاط نصلوا فيها للنقاط اللي ندوروه يغير عنا من هذا النظام الاستهلاك الصحة اللي ناصي من القابلة ولا ما رأينا جواب. طيب نظام الاسلاك الواضح الآن أنه يشكل نقطة مشتركة ومطلب لدى مختلف نقابات الصحة ليس فقط لدى القابلة، إلى أي حد هناك تنسيق مشترك في إطار رفض هذا نظام الاسلاك هذا؟ جميع نقابات الصحة ترفض نظام الاسلاك اللي لا ما فيه له اي مصلحه كامل. بعد بالنسبه بعد الممرضين والقابلات بالنسبه للممرضين والقابلات ما فيهم بين الممرضين زادهم لا نفس اللي عندنا احنا نبغى نفس الروايات اللي عندهم متى يتكون بطريقه مباشره. لكن هل هناك تنسيق مشترك في اطار هذه النقابات من اجل يعني رفض اقوى لنظام الاسلاك هذا؟ لا بعد ان شاء الله ونسقون حضرتك ما زلنا للقابلات اتحاد القابلات هو اللي يرفض هذا النظام الاسلاك ماشي فيه. هناك الممرضون هناك غير ذلك فعلا الممرضون احنا قاعد وقفنا معاهم يوم الخميس الماضي
عدلنا واقفه همتيها، وفعلا اللي ضد هذا النظام الاسلام غير نحن ضركت اياه. قلت لك عملنا احنا ضرك في اطار منفرد بين احنا ضرك المطالب اللي احنا نطالب بها، ياسر من الناس ما يقدر يطالب بها، بين احنا ضرك نطالب من نظام الاسلاك اللي هيك وعدلنا لابد ان تفتح لنا مدرسه خاصه عليا خاصه بالقبائل، تعود تقري كيف نفس اللي فاتحين في الدول المجاوره كامله في مدارس خاصه بالقبائل يتكونوا فيها. ديك لارك ياسر من عمال الاخرين اللي الصحه ما يقدروا يطالبوا بها بهم، اللي هم ما عندهم ما ممكن فتنا احنا، نحن متخصصين، احنا متخصصين عن ولو السنة ورك ونعود اساسا وقفاتنا وحدها به اللي مطالب القابله وذل الدور القابله ما هو كيف اللي قد يعود دورهم. طيب يعني في اطار هذا الحراك هل طالبت النقابه او النقابات او نقابتي القابلات بلقاء وزير الصحه في اطار يعني السعي الى تحقيق هذه المطالب ومراجعة نظام الأسلاك وغيره من المشاكل التي تقولنا إنها تعترضكم؟ طالبنا بعد جينا قاع بالفعل وعطانا جهاز بالخير الأذن ولقيناه وطرحنا بعض من الرسائل، فيها رسالة طالب تسوية به اللي نحن كنا أصلا من 2010 سالوا تقدمات يا الله تطلع على رواتب العمال، من 2010 ما قد طلعت لهم أي تقدمات. ذيك ترك التقدمات خرج نظام الاسلاك الجديد ومشاو نشغل فيها الاخرى دخلت عنا الظلم، ما عرفنا ايش خرج لها. عندنا نجي لوزاره الصحه يقول وزاره الصحه احنا ما تتابعنا، اتبع الوظيفه العموميه، جو الوظيفه العموميه يقول احنا مشاتنا وزاره الصحه رساله جاهزه لانكم ما تيجوا عن ما تيسال حد شيء. لما طرحنا تسويه طرحنا طلب اعاده تسويه في اخبارها وقالوا لنا عندهم لا يعدلوها، يا غير بالنسبه لنظام الاسلاك ما فتعطانا فيه فتوى. طيب عدا نظام الأسلاك هل هناك يعني مشاكل ومطالب أخرى تعتبر ملحة بالنسبة للقابلة في موريتانيا؟ القابلة في موريتانيا عندها فعلا ياسر من المشاكل تعاني. أولا بعد قاع فضعها الميداني بميدان شغلة بعد قاع هي قالينها ياسر من الروايات اللي هي أنت لا توقف وتقول ماني مشتغلة، لا يضر ذاك بصحة الأم ويضر بصحة الطفل ويضر بصحة ويأثر على المجتمع كامل، ونين تشتغل به ليتعرض هي راسها الخطر. وبالتالي هي عندها ياسر في ياسر من المراكز الصحية عديم من الوسائل الحماية، ما عندهم أي وسائل حماية يعطوها للقابلة، وعداك ما عندهم اللي أي أدوية استعجالية يعطوها تعود عند القابلة يأكل شيء حالة مستعجلة تقدر تنقذ به هذا المريض. هي بعد قاع نقطة. النقطة الثانية عنهم في ياسر من المراكز الصحية على انهم هم اللي القابله تداوم بدون اي تعويض. حتى المداومه الليليه ما هي معوضه. نايك انا قاعد المداومه الليليه اللي عطانا قاع وحده زاد هو كارثه. بلي احنا نداوم 24 ساعه ولا 12 ساعه ولا 16 ساعه من الرابع الى الثاني مع الصباح، ويك الثمانيه ينقز لها الليل العاشره اللي تجبر على انها 2800. 2800 انت تقارنها بذا اللي فوق اللي يدور فوقنا احنا مباشره التابعيننا هما ذوك تقريبا يجبروا 8000، وذول تحتنا احنا بين معاهم لا 200 وقية يجبروا 2400. والمداومة يعني في نفس الفترة في نفس الفترة احنا مداومتنا وقتها متقادي كامل وقتها متقادي، معناها عنهم فرق ما هو ما نحن ما نقدر نقبله، ومطالبين الجهات الوصية لنا انها وعلى اي اساس يعني تم احداث هذا الفرق على مستوى التعويض؟ بالنسبة لموريتانيا ذاك الليل القرارات اللي تنقبض فيها ما كنت تجبر كاع علاش هي معدلة. به اللي لا تم يعدلوا قرار قالوا عنهم بعد شركوا فيه بعض من الناس غير نحن بعد ما عندنا عنه اي علم، قالوا لنا على انه فعلا اجبرناه مرسوم معدينهم متفقين به متفقين فيه لانهم اي قابله داومت عليهم لا يعطوها هذيك 2800 العموم التراب ولا عموها كاع عمل. قلت لك المراكز الصحيه داوموا فيها ولا يجبروا اي تعود. على مستوى العاصمه ام في الداخل ام ماذا؟ هون في العاصمه نواكشوط وفي الداخل اشنع قاع. الداخل قاع في بعض من المستشفيات الجهوية ما يجبروا قاع أي تعود. طيب تحدثت عن بعض يعني غياب بعض الجوانب الأساسية والآليات للحماية، ما طبيعتها؟ آلات الحماية كيف تقريبا قفازات، القفازات تتلقى بها المريض، أنت ما عندك أي قفازات، ما عندك أي غطاء تديره على خنافلك ولا على وجهك ياك تستقبل بالمريض، ما عندك الادوات كاع اللي تستقبل بها، بل من اللي تكيه كاع اثاث كامل
رايح كامل يعود درسور ولا والمكان ما هو حتى مريح. وراجل معي ان الوضعيه بعد ان تغير كان يعطي مولانا على صحه الموظف التلفزيوني اللي هذه الصحه الانجابيه موريتان. هذه الوفيات الامهات الحقيقه ما زالت لاحقه فينا للاسف الشديد مرحله بعيد. احنا ما زالت توفى ضرك منا 580 حاله وفاه لكل 100,000 ولاده حيه. واذا في ذو الدول المجاوره كامل هم ما يلحقوا نص وفيات الامهات عندنا احنا. معناها احنا راجعين على ان يغيرون باللي منين يعطونا ظروف نقدروا نشتغلوا فيه. ياك احنا نعاونوا الاخصائيين اللي يشتغلوا تحتهم ونعاونوا الاطباء ونتعاونوا كامل من اجل ياكنا ننهضوا بالصحه ان شاء الله الايجابيه. لكن هذه الصور صادمه، يعني غياب ابسط الشروط لا يوجد، الا يشكل هذا يعني تحدي كبير ومشكل؟ والله شيخي الفتنة جينا فيه الوزير الصحه السابق وتلفنا على واحد، شكينا له من واحد من المراكز الصحيه وتلفنا على المدير الجهوي وتلفن على ذاك صاحبه على المسيح. مهم لانهم بعدين اجراوا اتصالاتهم قالوا دور هذا يتغير. ونرجع نحن للطب بعد نهارات جبرنا نفس المشاكل ما زالت في الطب. ورغم ذلك جابوا له الات جديده كامله غير بعد ما مضت فيه حق اسبوع. عاد الى حالته الاولى. لان مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، والتي نناقش فيها موضوع واقع القبالة ووضع القابلة في موريتانيا مع الأمين العام للنقابة الموريتانية للقابلات ميمونة بنت حماد. أهلا وسهلا. إذا أردنا أن نقف على الفرق مثلا بين واقع القبالة في موريتانيا وفي البلدان المجاورة التي تقارن بها، يعني واقع الوفيات، كيف تجدين الواقع بصفة عامة بين الوضعين؟ نتلاو نقارنوا وضع القابله في عندنا احنا ووضعها في الدول المجاوره. هي في الدول المجاوره القابله معطيه لها ظروف اولا ميدانيه تقدر تشتغل فيها، موفرين لها الاليات كامله، وهي طاقم كامل والادوات تام والادوات كامله موجوده الاستعجالي. والاهم في روايه الصحه الانجابيه الاهم في روايه الاستقبال. الاستقبال من اهم، من تنجبر الالات استقبال الحالات الاستعجاليه قطعا الوفيات ان شاء الله تقدر تقل. وثانيا النقطه الثانيه عن القابله هم اللي في الدول المجاوره مدور ظروف ماديه لباس بها. بهي علاوه الخطر تقريبا نقارن على قاع على سبيل المثال مع المغرب اللي في زرنا علاوه الخطر القابله في المغرب تجبر 75,000 ونحن موريتانيا نجبر 17,000. ناهيك عن الراتب. راتبنا مو سيان. هم عندهم ظروف يقدر هو الانسان انه يوفر له من نفسه باشي يقد يغطي تكاليفه هو ماشي عنها يدور يجي مستراح شغلته ويعود يقد يعدل. يعني يعود لا يمشي
على اهله وفاصلين فيه، ومعنا احنا عليات من قد نعود وياسر من تكاليف ما يقولوا عنا، غير بعد مولي ما خارج رجاج ما يبغي يجبر ظروف يعود يجبر شيء قد يعدل به حياته الخاصه. لكن يعني في جانب التكوين والمستوى العلمي وغير ذلك، ليست هناك فروق ايضا؟ في جانب التكوين بيناته فروق بعد، بي اللي نحن هنا تيا ما زلنا نكون في مدرسه، مدرسه الصحه كنا نكونه 3 سنوات ونتخرجوا، ما عندنا ما هو على النظام ال ام دي. بالنسبه للدول المجاوره القابله تكونها تقرا 4 سنوات، بياك تجبر امراض النساء تجبر الولاده تقرا هذا كامل بصفه موسعه، وتعود عندها تتخرج هي من نفسها عندها معلومات لباس فيها. ونحن وانتيا نتخرجوا اذا قاعد منا في الداخل مدارس في الداخل ما عندهم قاع معطرين ولا عندهم مكونين ياسر منهم بعد كانوا، ومعانهم بعد العام سمعت عنهم كانوا لا يحسنوهم، وشفت بعد شنو بعد من تحسينهم ولا الاستقالات اللي فاتت وعدلت في مدرسة كيف. طيب يعني هذه التحديات والمشاكل إلى أي حد أفادها تعدد وجود النقابات الصحية في البلاد؟ النقابات الصحية في البلاد بعد قاع لا بعد لأنهم عادوا بعد مظاهرين مشاكل، عادوا بعد هذه المشاكل يطرحوها طرح منطقي وطرح لأنه فصلوها بعد يلحقوها للرأي العام ولا يخلوها مرادة من مغمرة ولكن قد يدرج منها حالهم ينجبروا له حلول آنية إن شاء الله. لا هم النقابات ماشيين لوجود مصلحة القابلة، وبهم اللي ننتج برا مصلحة القابلة انجبرت هم اللي الصحة آمن أمومة آمن. لكن يعني ما دمت هذه التحديات والمشاكل مثلا مطروحة للقابلة في مستشفيات العاصمة، ما طبيعة ومستوى الواقع هناك في الداخل؟ داخل أصعب، داخل أصعب، وعلينا بعد الحمد لله عاد وهم مستشفيات جهوية حلوا ياسر المشاكل، هم اللي عاد وارتفعوا شغل من الحالات الاستعجالية والحمد لله حلوا قدر المشاكل، غير بعد للعموم خصوصا وضع القابلة في المراكز الصحية ولا هي قاعد المستشفيات، المراكز الصحية في الداخل وضع القابلة فيهم وضع مزري، حتى ما عندها بالقاعة مداومة ولا عندها شيء حالنا بعد قاعة لا ظروفها قاعة هي اليومية لا وكيل ولا اشراب، ما عندها شيء تمشي، صعيبة صعيبة ظروف القابلة في الداخل وصعيبة ظروفه هون في طنط في المراكز الصحية. أنا وحدين من هذه المراكز الصحية تداوم فيهم القابلة ويبات يوكل فيها الناموس، ما عندها أي علاوات ولا تعوض عن خطر ولا عندها ابسط بالمين بتعي ما ترقد رقد مونك إلى 3 هي وصاحبتي يتناوبوا على ساعة والله ثنتين من الظهر، ما عند قابلة هون غرفها صعيبة، وهذا النوع قد يلحق ولا لا النقابات نوع من المشاكل اللي لا يطرح ولا يناقش عنه لا النقابات. طيب هل التقت النقابات في إطاره الجهات الوصية وطرحت يعني تمت إثارته وطرحه هناك؟ والله النقابات الحمد لله عدل اتحاد للنقابات، بالنسبة للنقابات القابلات عدل اتحاد في شهر 5 الماضي والتقى والحمد لله بالوزارات الوصية، وفعلا نحن في إطار النقاش معهم ومزنا وذي المسيرات اللي نعدلوا ذي التظاهرات اللي نعدلوا والوقفات اللي هيك نعتوا لهم علينا نحن نختاروا لها الروايات السلميه ونختاروا لها نعود قد يحلوا لنا ذي المشاكل، نحن ياك نعتوا لهم على المشاكل اللي طرحتها القابله بصوره حقيقيه، ما هي جاي ما هي من طرح ما هي مفترات عليها، القابله راعيه في الشارع دور حقوقها، دور حد يغيرها نظر الاسلاك ودور حد يزيد لها علاوه الخطر ودور حد يزيد لها علاوه المداومه الليليه ودور حد يغير عنها نظام الاجور مرسوم الاجور صفرة 82 اللي حارمها من اخلاصها في اثناء التكوين ما يقدر تجبر القابله، دور حد يوفر لها الادوات الاستعجاليه اللي قد تم هي لجهتها حاله مستعجله تنقذها في الوقت المناسب، كيف سيارة إسعاف وكيف تريد ولاية استعجالية، هذا الدور حد يوفره لها ياك تعود هي في الوقت المناسب تمشي مريضة في الوقت المناسب. طيب هذه الجوانب الاستعجالية إلى أي حد يعني تعاطت معها الوزارة باستعجال أم أنها تباطأت في مستوى التعاطي؟
ما زالت متواطئة معنا، الوزارة ما زالت اللي متواطئة معنا، ما فتنا لاحظنا أي ردة فعل ملموسة بعد على اللي المشاكل اللي طارحينها، ما تنجبرنا منها، ما تنجبرنا من شيء. في حال استمر يعني عدم التعاطي؟ لا، يعني نستمر إن شاء الله عدم التعاطي، نحن لين إن شاء الله تعالى نقاطع العمل، لين نطرح إن شاء الله، لين نحدد الضرائب، لين ندخل الضرائب إن شاء الله. ذاك الضرائب يدور يشل جميع المستشفيات والمراكز الصحية في نواكشوط وفي الداخل إن شاء الله كامله، ما تات قابلة لي تحدد شيء وصشو، ما حدا ما جبرت حقوقها من عند فتحت تحترم مدرسة خاصة بتكوينها وعدل ونحلت عنها هاي مشكلة استاتي مشكلة الاسلاك هذا يعني فوتوا عدل لها إن شاء الله وتعديك ساعة ترجع. طيب مؤخرا يعني قاطعت القابلة مع الممرض امتحان داخلي على يعني أبرز الأسباب هو أنه ستكون هناك اقتطاعات في الرواتب أثناء فترة التكوين، هذا يتعلق يعني بنظام الأسلاك لا شك في جانب منه، لكن كانت هناك مطالب بإعادة الامتحان من جديد، لأي حد تم التعاطي معكم في هذا الإطار؟ طرحنا رسالة تظلم مطالبين فيها بإعادة الامتحان للناس اللي ما عادت امتحان بها اللي محتجة على هذه الظروف اللي تندار فيها، هي الناس من زالت الله بصفتها ما زالت مع تعرضها للخطر، ما يلا تنقل عنها علاوة خطرها اللي يتكون لها في المراكز اللي كان فيهم الخطر. ما طبيعة هذا الخطر؟ لا يتعرض لتسبق أي مريض جاء يتسبق هي فيه ولا تلامس الرويات المعدية كاملة من عند الدم الماء الأشياء السوائل كاملة الجسدية، هي اللي تتكون في نقر، هي اللي ترجع تتكون في نقر الأطباء وفي نقر المراكز الصحية، هي اللي ترجع تتكون ذاك التكوين. يلا كانت ما تنقطع عليها لسبتو على خطرها ولا ينقطع عنها السكن اللي به اللي هي المدرسة ما هي مسكنتها، معناها ما هم مبرر لأن ذول القابلات ولا ذول الممرضين ينقطع عنهم راتبهم على وقت باط راتبهم به اللي هم مازالوا لا في نفس التكوين كانوا فيه مازالوا فيه. وعلى هذا الأساس تمت مقاطعة الامتحان. مقاطعة الامتحان محتجين على هذه الوضعية ما هم قابلينها، وهو فعلا نص عليه هذا المرسوم اللي منظم الأجور 0.82 نص عمله ينقطع راتبهم اللي يبقى من لا راتب الأساسي لديك 22 ريال تبقى لهم، وهم احتجوا لهذا ونحن سارنا في احتجاجهم وطرحنا رسالة تظلم لكن الوزير ما فترد علينا. طيب كم كانت يعني نسبة المقاطعة على هذا على هذه المشاكل وهذا التحدي؟ يدور عود تقريبا قاطعتهم حقا عنه 40% ذاك، وحسب تخميناتنا احنا ذاك النهار اللي الناس اللي سجلنا اللي قاطعت من الفنيين. طيب ولا زلتم تنتظرنا يعني لا زلتم تنتظرنا رد الوزارة في هذا الإطار؟ والله إن شاء الله ما زلنا لا نحن الوزارة ترد علينا إن شاء الله، ولا ينتم نحن مولي لا واحدين في مشوارنا اللي ماشيين فيه إن شاء الله تعالى وقفاتنا، وننتظر أي وقت حضرتنا الوزارة إن شاء الله نصنتوا لك مولي عندنا نعوزي مصلحتنا ندور نسمعه إن شاء الله. وفي حالي لم تستجب؟ في حالي لم تستجب ندخل في ضرب إن شاء الله عام. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، باسمكم جميعا نشكر ضيفتنا الأمينة العامة للنقابة الموريتانية للقابلات ميمونة بنت حمادي، شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة من برنامج المشهد، لكم تحيانا جميعا، السلام عليكم.